مرة أخرى الكابتن الكبير كابتن سيف الجزيري مهاجم نادي الزمالك. كابتن سيف، ألف مليون مبروك الفوز النهاردة. حبيبي يا غالي، مرحبا بيك ومرحبا بضيوفك بتاعك كل. الحمد لله يا ربي، انتصار مهم وعن جدارة. الحمد لله يا ربي. عن جدارة وكل استحقاق. النهاردة الزمالك كان غير أداء مميز جدا من كل اللاعبين يا كابتن سيف. صح، عن استحقاق وجدارة وبحكم فما حاجات حصلت في الملعب، لكن احنا بينا لي قوة شخصيتنا وكسبنا الماتش الحمد لله. كتير من الضغوط تعرض ليها لعيبه الزمالك قبل المباراه، وكتير قالوا ان ممكن الزمالك يخسر المباراه دي قدام النادي الاهلي، ورغم كده انتوا كنتوا متفوقين شوط اول وشوط ثاني النهارده خلال المباراه. ماشي، الكلام بلاش فلوس، يعني اي حد نجم يتكلم بلاش فلوس. لكن الناس العاقله الناس الفاهمه هي اللي تعرف شنو تقول، اللي يعرف تطلع ايه من بقى. فالحمد لله يا ربي انت وانت يا حبيبي راجل طلع. يلا، لا والله بطولة يلا. مهمة يا كابتن سيف تبدأ بيها. كابتن سيف معايا بطولة مهمة يبدأ بيها نادي الزمالك الموسم. طيب الخطاط